السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزلف الله والنائم هذه استماع لقاء منتصف الليل، وحديثنا دائما حول مجتمعاتنا الإسلامية وحول الأمة الإسلامية عموما، هذه الأمة التي لا تتكلم إلا عن الآخرة. الأمة الإسلامية تتكلم عن البعث وعن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر وعن الحساب وعن العقاب، ولا تتكلم عن الدنيا. أصبحت الدنيا لا تهمها، حتى أصبحت لا تملك فيها شيئا. هذه الأمة تتكلم عن الآخرة وتركت هذه الدنيا، وهي الآن لا تملك فيها شيئا. على الأسف الشديد هذه الدنيا حديثها اليومي دائما عن الآخرة وعن البعث وعن الموت وعن عذاب القبر وعن الجنة وعن النار وعن الحساب والعقاب، هذا هو حديثها اليومي. وحتى أطفالنا يعني الآن يسمعوننا نتكلم عن هذه المواضيع، وحتى أطفالنا الآن بدأوا يقتنعون بأن هذا الإنسان فيجب أن يموت لكي يعيش في الآخرة. فلا ندري لماذا، لأن كثرة يعني تضخيم هذا الشأن الديني وكثرة الحديث عن الدين ويعني والعاطفة، فيعني مع الأسف الشديد هذه العاطفة طغت على المسلمين حتى نسوا الدنيا. وليتهم نسوا الدنيا بدون ذنوب، فلقد نسوها ولكن بذنوبهم وبدمائهم التي أراقوها في هذه الدنيا. فالعالم كله وكل الأمم وكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام فهي شرائع كذلك، والله أنزل كتبا وأرسل رسلا، وليس رسول واحد وليس كتاب واحد. فهذه الأمم لا تتكلم عن الآخرة، تتكلم عن الدنيا وتصلح الأرض وتبتكر وتخترع وتصنع وتنتج وتعيش بسلام وتفكر دائما يعني كيف تدبر شأنها، كيف تدبر شأنها. هذا ما يريده الله، هذا ما يريده الله لنا، وهذا ما يريدنا الله، يعني الطريقة التي يريدنا الله أن نعيش بها، أن نفكر في قوانين تضبط هذه الحياة، وفي المساواة وفي العدل وفي الرحمة، وبأن نكون على الأقل يعني مساواة يعني ولو نسبية. لا يوجد هذا إلا في البلدان الغير الإسلامية، لا يوجد إلا في البلدان الغير الإسلامية. نحن حديثنا اليوم عن الآخرة وعن الجنة والنار وعن الحوريات وعن عذاب القبر، ثم يجب أن نبكي. لماذا نضحك؟ يجب أن نبكي وأن لا نضحك، أو نضحك قليلا كما علمهم شيوخ الكهنوت الذين لا زالوا يرعبون شبابنا. ونتمنى أن يفهم الشباب هذا الخطاب التجديدي، لأنهم الآن يخوفون الشباب من بعض الدكاترة والمهندسين الذين بدأوا يجددون الخطاب الديني، وبدأوا يعني يفسرون ويعني يبينون القرآن بطريقة علمية للناس، ويبسطون ويسهلون الأمور على الناس ليجعلوا الإنسان يعيش كذلك في رفاهية وفي سلام. فلنا الحق في الحياة على الأقل. فهل هؤلاء المسلمون يعني سيعيشون منعزلين عن العالم، ليس لهم الحق أن يتمتعوا وليس لهم الحق أن يعيشوا في هذه الدنيا؟ فلماذا نعيش في الآخرة ونحن في الدنيا؟ لماذا نحن في الدنيا ولكن نعيش في الآخرة؟ عقولنا في الآخرة، عقولنا في الجنة والنار، عقولنا في عذاب القبر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه أشياء تتناقض مع العقل وتتناقض مع المنطق وتتناقض مع الواقع، ثلاث تناقضات. لا يمكن أن يخلقنا الله ليعذبنا أولا، ثانيا إن كان سيعذبنا فسيعذبنا بذنوبنا ولكن يوم الحساب، يوم المحكمة الكبرى. فلماذا يعذبنا الله في الدنيا ولماذا يعذبنا الله في القبور؟ إلا الذين الأقوام التي طغت في هذه الدنيا، فالله هو الذي تكلف بها، هو الذي أهلكها وليس الإنسان، وهو الذي يعلم. فيعني الآن كل الناس يعني كثرة حديثنا عن الآخرة وعن عذاب القبر وعن الجنة وعن النار، يعني طول اليوم وحياتنا كلها، حتى الناس في العمل يتكلمون عن خطاب ديني في العمل، وفي وسائل النقل وفي الأسواق وفي التجمعات في المنازل، وكل الناس يتكلمون عن الدين. وليتهم تكلموا عن الدين بطريقة صحيحة ليفهموا دينهم على الأقل. تناقضات، اشتباكات، تطاحنات، حسد، حقد، كراهية،
رفض الآخر، يعني لا مساواة، العن، هذه الغطرسة، يعني ولا أحد يريد. هناك من قال الديمقراطية، كيف تريد ديمقراطية في البلدان الإسلامية؟ إنك تحلم، ستكون ديمقراطية في البلدان الإسلامية لما يشيب الغراب، لأن الشخص العربي هو يرفض الديمقراطية. الشخص العربي المسلم يرفض الديمقراطية، لا يريد ديمقراطية، فكيف تريد أن تكون ديمقراطية في هذه البلدان؟ يعني الشخص لا يلتزم حتى بالصف، لما يلقى الناس يعني في مصلحة ما والناس عاملين صف، دائما يحاول أن يمر هو الأول، لأنه ابن الوزير، لأنه مدير، لأنه في السلطة، لأنه لا يعمل إلى آخره. مواطن في هذه البلدان رافض للديمقراطية، لا يقدر على الديمقراطية، لأن الديمقراطية تكون مع النفس. الأوروبي يعمل ديمقراطية مع نفسه، لا يحتاج السلطة أن تعمل له ديمقراطية. المواطن الأوروبي يحترم لما يركن سيارته، ويحترم الناس، ويحترم الشارع لا يرمي النفايات، ويحترم السكن لا يشغل الموسيقى بصوت عالي. يعني هو المواطن الأوروبي هو يعمل ديمقراطية له، هو يؤمن بالديمقراطية، لكن شعوبنا لا يمكن، شعوبنا لا يمكن. تجد شخص يعني سائق عند وزير أو عند شخص في السلطة، لكنه يتغطرس في الحي على الناس لأنه فقط سائق الوزير. نحن لا يمكن أن تكون لدينا ديمقراطية في بلداننا. أنا قلت ستكون الديمقراطية إذا شاب الغراب في البلدان الإسلامية، لا يمكن، لأننا الديمقراطية في أنفسنا رافضينها، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا سواسية. لو كنا احترمنا أحكام القرآن ما تجرأ أحد على أحد، ليس لأحد سلطان على أحد، فهو عبد الله مثله. لكن لا نحن احترمنا أحكام القرآن، ولا نحن احترمنا مبادئ الدولة المدنية، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. شباب الآن، الشيوخ فهموه في المساجد بأن يجب أن نبكي. كل الفضائيات التي كان فيها الكهنوت في مصر والعربية السعودية والإمارات والكويت والأردن وكل هذه البلدان، وما أكثر الكهنوت التي كان يخاطب في التلفزيونات التي كانت في ملكيته، بعد التلفزيونات أصبحت ملكية للكهنوت، يتكلم في 24 ساعة على 24، وحتى في بلداننا المغاربية مع الأسف الشديد. فهذه الشيوخ يخاطبون الناس وفهمهم بأن يجب أن يبكي ولا يضحك، فهموا الناس بأن يجب أن يبكوا ولا يضحكوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لا، هذه الآية خاصة بالذين تخلفوا عن رسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذا هو سياق الآية، لا علاقة لها بحياتنا ولا علاقة لها بنا نحن. هذه الآية تخص الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الحر، ويعني نضجت الثمار، طابت الثمار، والناس يعني فرحوا بالدنيا وقالوا لا نخرج مع الرسول الجهاد، وفرحوا بتخلفهم، بدأوا يسخرون من الآخرين، بدأوا يسخرون من الذين كانوا لا يجدون شيء إلا جهدهم. يعني الآية اللي قبل هذه، بعد كانوا لا يجدون إلا جهدهم، لا يجدون شيء يقدموه، فبدأوا يعني يلمزونهم، بدأوا يلمزونهم ويضحكون عليهم، ثم تخلفوا عن رسول الله، ثم نزلت هذه الآية. هذه تخص هذا القوم، هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله فقط، ولكن فهموا الناس يجب أن نضحك قليل ونبكي كثير. الإنسان كي يكون يضحك تقول لي يجب أن لا تضحك كثير، يجب أن تبكي. هل هذا خطاب؟ بالله عليكم منطقا وعقلا، هل هذا الشخص الذي يقول للناس يجب أن تبكوا وأن تضحكوا قليلا وأن لا تضحكوا، هل هذا لا يتناقض مع العقل والمنطق ومع الحياة ومع خلق الله؟ كيف الله يخلقني يقول نبكي؟ كيف لماذا نبكي؟ تقول لماذا نبكي؟ لماذا؟
فهذا هو المشكل الخطير الذين استعملوا الدين ليقهروا عباد الله. النصوص القرآنية يا عباد الله فيها تشدد في الفهم، هم يفهمون النص، يفهمون الكلمات، لكن يفهموها على هواهم ويستخدموها ويستعملوها ليقهروا الناس. لا علاقة، فليبكوا كثيرا وليضحكوا قليلا، لا علاقة لها بمجتمعنا ولا علاقة لها بالناس، وليس خطاب الله سبحانه وتعالى للناس. لا يمكن ولا يعقل أن يخاطب الناس الله أن يقول بكيو، الله يقول الناس بكيو. لكن بعض الشباب، يعني أنا التقيت بشباب يبكي في التسعينيات في الجامعة الرباط، التقيت بشباب يبكي، شباب جامعي يبكي. كيف نبقى يقول لي يا أستاذ لأن يجب أن نبكي، وكلما بكينا كلما جيد، لأن الضحك منبوذ ويجب أن لا نضحك تماما. يا خلقنا الله لنبكي. فبقيت معاه قلت له هل خلقنا الله لنجوع أم لنشبع؟ فقال أن نشبع لكن ألا نكتر الأكل. طيب لا نكتر، لكن خلقنا لنشبع ليس لنجوع. نعم، خلقنا لنبكي أم لنضحك؟ لماذا جعل خصلة الضحك لدينا؟ خلقنا لنبكي على طول؟ لا يمكن، متناقض. لماذا خلقنا الله نبكي؟ هل خلق الله نكون بصحة جيدة أم نكون مرضى؟ لا، خلقنا الله لأن نكون بأصحة، بصحة جيدة. نعم جيد، يعني أنت تتناقض، أنت لا تفهم في الدنيا شيئا. كيف يخاطبك الله بهذا الخطاب يقول لك بكي؟ غريب والله، غريب حسن، يعني سبحان الله. ولماذا يرعبنا الله ونحن أحياء بعذاب القبر؟ لماذا يرعبنا الله بعذاب القبر؟ لماذا؟ غريب. شخص كتب في التعليق البارح، يعني قبل أن تبدأ الكلام ابحث عن الحديث الذي فيه حديث رسول الله حول عذاب القبر. أها، أنت غتقريني يا الكهنوت، أنت غتقري الدكتور فين؟ والله غريب، وكأنني لا أعرف الحديث والأحاديث المكذوبة على عذاب القبر. إنهما يتعذبان وما يتعذبان في شيء إلا أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول. ما هذه الخرافات اللي كيكتبوا بها على عباد الله؟ ما هذه الخرافات التي، يعني بعد هذا اللي كتب الحديث، يعني شخص ما شاء الله في الذكاء، هذا اللي اخترع الحديث، اللي اخترع النص وكتبه ونسبه للرسول، يعني جيني كما نقولوا، جيني يعني عقل ما شاء الله، عبقري. هذا اللي كتب الحديث عبقري، هذه أشياء أنا أشهد له بها، لأن كاتب النص والكلمات، يعني ونحن هذه الكلمات النص ننظر نص. واحد شخص قال لي ما هي الآليات التي تعتمد عليها تقول الحديث مكذوب؟ هو أصلا مكذوب أسير. فقال أن أبو حنيفة هو أول المذاهب، وأبو حنيفة هذا الربعة الكهنوتات اللي خربوا الدين، أبو حنيفة هو الأول اللي بدأ. يلا عنده 14 حديث، غريب، يلا عنده 14 حديث، كيف أبو حنيفة عنده 14؟ وأبو حنيفة قاري أكثر من ابن كثير، وقاري أكثر من أبو حنيفة، وأكثر من هذا الكهنوت اللي جاوا من بعده. هلين، والكهنوت الأول رقم واحد هو أحمد بن حنبل، هو اللي بدأ هذا الداعشية بدأت مع أحمد بن حنبل، لأن كانت واحد الفرقة ديال المعتزلة كانوا رفضوا النقل، كانوا يأخذون بالعقل، أدخلوا العقل، كانوا رفضوا النقل وبغوا يخدموا بالعقل. وفي عهد المتوكل الخليفة الثاني العباسي قاتل المعتزلة جميعا، ومنهم من تشيع لعلي ليبقى حي يفلت بروحه، منهم من دخل مع الشيعة، ومنهم من هاجر، ومنهم من اختفى، هذو المعتزلة، فقط لأنهم أخذوا بالعقل. هي فين جاء هذا الأشعري، هذا اللي أراد أن يوفق بين العقل والنقل وخرج مذهب جديد، ويعني وبدأ يضحك على الناس، لا أجد ما أقول. أو جاء أبو حامد الغزالي هو يرمي الكرة في الركنية، تبعوا ابن تيمية خربوا الدين عن آخره، ليس هناك عقل. كيف يكون دين أنزل الله قرآنا في 60 حزب يخاطب العقل ويبطلون العقل؟ بالله عليكم، هل هذا دين بقي عندنا الآن؟ هذا كيف يعقل أن يعطل العقل؟ كيف يعقل أن، والقرآن يخاطب العقل، بمعنى قتلوا الإسلام، قتلوا القرآن، قتلوا الدين، دفنوه، ولازال الشباب لا يريد أن يفهم. يسمع العقل والنقل، حتى في كلية الشريعة يسمع العقل والنقل، والعقل والنقل، يا سيدي أنك لا تفهم شيئا.
معطلوا العقل يقتلوا الدين يقتلوا الإسلام تماما. كيف تعطل العقل يا عباد الله؟ والقرآن ماذا يخاطب إذن في إلى بطلت العقل وبقيت مع النقل ستعمل بالحديث هذا المكذوب على رسول الله، هذه الخرافة الحديثية، ولكن القرآن سيتعطل بدون العقل يا عباد الله. القرآن يتعطل، الناس أن يفهموا ما معنى العقل والنقل، ما ليس نتكلم هكذا كلام فضفاض، يعني فالعقل هو القرآن. لما نعطلوا العقل عطلنا القرآن، تمشي للنقل يعني ما لا يتفهم. فالآن هذه الأمة لا تتكلم إلا عن الآخرة، فهذا الحديث كثرة الحديث عن الدين وتضخيم المسألة أصبحنا نتكلم عن الاختلاط وعن المصافحة وعن اللباس والحجاب، وعن أصبحنا نتكلم نحن أتقلنا أنفسنا بهذه المواضيع هذه. نتكلم عن الجنة والنار والحساب والعقاب وقيام الساعة وعذاب القبر والحور العين التي تنتظرنا، ثم نتكلم عن الاختلاط حرام والمصافحة حرام واللباس حرام وغض البصر، المرأة يجب أن لا يراها أحد، إذا راها أحد فهي ملعونة، هو الذي رآها ولكن هي لملعونة. ثم المرأة يجب أن تعبد زوجها، أن تعبد زوجها عند الكهنوت، وليس تطيع، كلمة تطيع يرطبوها، أما تعبد زوجها يضربها يفعل فيها ما يشاء. إذا امتنعت المرأة في الفراش تلعنها الملائكة طول الليل، والمرأة لا تدخل الجنة إلا لما يرضى عنها زوجها. انظروا الحديث، انظروا عن ماذا نتكلم، انظروا عن ماذا نتكلم في مجتمعاتنا، أشياء غير موجودة لا أساس لها، لا توجد هذه المواضيع، لا توجد هذه الأشياء أصلا، لكن ملأنا حياتنا بهذه الأشياء حتى أنستنا حياتنا، حتى أصبحت الحياة لا مذاق لها، وبدأنا نستعجل الآخرة ونستعجل حتى قيام الساعة. المسلمون لما نزل القرآن وأخبر بقيام الساعة كان المسلمون ينتظرون أنها ستقوم، أنها ستقوم بعد أسبوعين أو شهر، وبقوا ينتظرونها ولا زالوا ينتظرونها أن تقوم، ولا يريدون أن يعملوا أي شيء في هذه الدنيا، لا يريدون أن يعتنوا ببلدانهم ولا أن يعتنوا بالإنتاج ولا أن يعتنوا بالتربية ولا أن يعتنوا بهذا المجتمع يكون نظيف وفي إنتاج وليس فيه أوساخ وليس فيه عفونات. أتكلم عن العفونات الفكرية، ليس العفونات الأخرى سهلة، وأن لا يكون فيه حزازات ولا تطاحنات، وأن يكون فيه عدل وأن يكون فيه مساواة وأن يكون فيه عيشة راقية راقية وفيه رفاهية، يعني وأن نقتسم هذه الأشياء التي نعيش بها، وأن يكون احترام في التساكن، يكون احترام في كل شيء، يكون احترام في العمل، احترام في وسائل النقل، وأن يحترم الناس القانون العام، يعني قانون العموم. لما يركن سيارته ليس لأنه في السلطة، يركن سيارته حيث ما شاء، يعني أن يلتزم الناس بهذه القوانين العرفية التي تعارفوا عليها واتفقوا عليها. يعني هكذا نحن انشغلنا بالآخرة، انشغلنا بالآخرة تماما 100% حتى نسينا هذه الدنيا، ولذلك أصبحنا كما قلت في البداية لا نملك فيها شيئا، لا نملك فيها شيئا، حتى خيراتنا الآن تأخذها الأمم الأخرى رغم أنفنا، ولا شي بلد عنده البترول، لا شي بلد قال عندي العضلات لا يعطيهمش البترول، سيموت جوعا ومرضا، سيموت جوعا ومرضا، وإذا هجمت عليه دولة تطحنه تسحقه. ها هما إلا قالوا شي كلمة، إلا قالوا كلمة لا يعطيهمش البترول، لا يعطيهمش البترول، مرغمين دليل حقيرين يعطيو البترول للغرب، ليس اختياري ولا أبيعك البترول، هذا أي كلام، هذا تمثيل، لأن أمتنا أصبحت لا تملك شيئا في هذه الدنيا، لا نملك شيئا، القلم الذي نكتب به لا نصنعه، الثياب التي نلبسها لا نصنعها، لا ننتجها، الأكل ليس لدينا أغذية وليس لدينا أدوية
وليس لدينا تكنولوجيا. الغسالات، غسالة الأواني مستوردة، غسالة الثياب مستوردة، الحاسوب مستورد، الجوال مستورد، السيارة مستوردة، الأفريشة مستوردة، هذا المكتب مستورد من تركيا، هذا المكتب الذي أجلس فيه مستورد من تركيا. ليس لدينا شيء في بلداننا، لا الورق الذي نكتب عليه، ولا الثياب التي نلبسها، ولا حتى عود الكبريت الذي نشعل به النار. لماذا؟ لأننا انشغلنا بالآخرة، وانشغلنا بالهفوات، وانشغلنا بالخرافات وبأشياء زائدة لا أصل لها في الحياة. الاختلاط، اللباس، المصافحة، البصر، المرأة، دائما المرأة، المرأة شغلتنا المرأة، والله شغلتنا المرأة في بلداننا الإسلامية. ليس شغلتنا، عفوا، انشغلنا بالمرأة نحن. الرجل هو الذي انشغل بالمرأة، أما المرأة لا 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 تشغل. انشغل هذا القوم، هذا المسلمين انشغلوا بالمرأة، والحياة كلها أصبحت لديهم تدور حول الجنس، حول المرأة. انشغلوا بالمرأة ونسوا الدنيا، ليس لدينا شيء الآن. هناك بلدان عربية لو استعملت أموالها في مراكز البحث لكانت الآن أقوى من كوريا. والله كوريا تجي تعمل عندها، يجيبوا اليد العاملة من كوريا. ليبيا بلد كبير شاسع، سكانه في عهد القدافي كان 5 مليون، لديها من أنواع، ليس البترول، من أنواع البترول الممتازة، ثقيل الخفيف الاثنين. لو القدافي كان يعني وظف هذا الشيء، لو كان هذه الأموال صرفها في بناء مراكز للبحث العلمي لكانت ليبيا الآن أقوى من كوريا. والله ما تبان ليها، ليبيا كانت تكون أول قوة، لكنه صرف الأموال في الإرهاب. انظروا، يعني نحن ما نحن لا هذه الدنيا هذه تركناها، تركنا الدنيا، وفي الأخير كيجي شيخ وتيقول لهم لهم الدنيا ولنا الآخرة. لا زال يريد أن يعيش الناس في الآخرة، ما زال تأكد لهم، ما زال الآن في المساجد خطبة الجمعة الآن يوميا تسمع هؤلاء الكهنوت، هذه المصائب، الدواب اللي ما زال عندنا. لا زال يقول لهم الدنيا ولنا الآخرة، لا زال هكذا، لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني لا نعيش، نحن لا نعيش، يعني لا نتمتع ولا نعيش ولا نبتكر ولا نخترع ولا نسافر ولا نسبح في البحر ولا نسبح في النار ولا نطلع الجبال، يعني نمر وقت جيد ونخرج أطفالنا ونفرحوا، لا لا، هذه احنا نحن علينا، خلقنا الله هكذا، نعيش للآخرة، نعيش للآخرة فقط. سبحان الله، عذاب القبر الحديث عنه صباح مساء، غريب، والله لا غريب. حينما قلنا الأشياء هذه لا وجود لها، الآن بقي عندهم حل واحد، الكهنوت هما يستعملوا مكبرات الصوت ويصيحوا في الأسواق وفي الأزقة، يقولوا الناس لا تتبعوا فايد، هذا هو الحل اللي بقى لهم فقط. لأن الشباب بدأ، الذي كان يطرح أسئلة وكانت عنده أسئلة تدور يعني بعقلي، الآن الشباب بدأ يطرح أسئلة وبدأ يعني يرى الأمور يعني بوضوح، لكن لا زال هناك شباب مخدر، لا زال شباب مخدر، لا زال شباب عنده عقل دجاج لا يريد أن يفهم. ثم بدأوا يخوفون الناس، الملاحدات التنويريين يحاربون الدين ويريدوا دين آخر ويغيروا الدين ويدعوا يحاربوا، لماذا؟ ليبقوا هما أصحاب الساحة، هذه يخوفوكم ويرعبوكم ويبعدوكم من هاد الناس، هادو يعزلونكم عنهم اللي يبقوا هم في الساحة وتبقوا تسمعوا ليهم هم وتعطيهم هم الفلوس، لأن لا يريد للناس أن يفهموا. أحيانا والله مشكل، شباب الآن، شباب يحرث الأرض الآن، يزرع الأرض في منطقتي تمنتينو هذه الشاوية، الشباب يحرث الأرض، يزرع الأرض، ويديه عنده خشونة في يديه، وليس ثياب جيدة، ويعني وكابد وسعيد، يعني ليس ما عنده مشكل. يالله يحصل على عيشه هو وأطفاله بصعوبة، يحصل على الخبز الذي يأكل بصعوبة في البادية. شباب عامل لنا لحية ويعمل رقية للناس، يكذب عليهم وينصب عليهم، عنده الملايير
الملايين، وربما بعضهم عنده الملايير. أنا كنعرف كهنوتات في الدار البيضاء عندهم الملايير. أنا أقول لكم الملايير، إمام في الدار البيضاء عنده الملايير ليس الملايين. يعني هناك خلل، هناك خلل. الكهنوت الآن يتنقل في سيارة الرانج روفر، لا عمل له في المجتمع، لا ينفع المجتمع إلا بكلامه الفاسد. الشباب الآن يبيع خضر ويبيع فواكه ويحرث الأرض ويعمل في الورشات، في الترصيص، في الصباغة، في البناء، سائق تاكسي، في أي شيء، يعيش بصعوبة. الرقاة الآن عندهم الملايين، لا يعملون شيئا، يأكلون ويتغوطون وينصبون على الناس، لا يؤدون أي أهمية ولا أي مهمة في المجتمع. وفوق كل هذا فالناس يسمعون لهم، يتبعونهم هم. يقول لك هذا قال الله قال الرسول، لكن يتحدث بالدين يقول لك قال الله قال الرسول، لا لا هذاك لا هذاك لا، ما تقولش. وسنبقى هكذا، نتحدث عن الدنيا، نتحدث عن الآخرة، ونعيش في الآخرة قبل أن نعيش فيها. نحن الآن نعيش في الآخرة قبل أن نعيش فيها. نحن نعيش مع عذاب القبر ومع الجنة ومع النار ومع الحساب ومع ملأ. خرجوا لنا واحد جوج الملائكة، ما عرفتش شكون اللي قال لي الاسم ديالهم، يعني ما لا أدري من قال لهم الاسم، نكير ومنكير. واحد الملكان قال لك يقعدانك ويقول لك من ربك، ولهذا يسألونك من ربك. يعني الأشياء متناقضة، العقل لا يقبل هذه الأشياء يا عباد الله. العقل لا يقبل هذه، أن الميت ندفنوه ويجي وجه الملكة ويقعدانه ويسألون من ربك، من ما دينك، من هذا الرجل. أها ربطتوها، يعني جبتوها مقادة. من ربك، ما دينك، من هذا الرجل. أيوة هذا المسيحي اللي في فرنسا توالج الملائكة، سموه بناكير ومنكر. أراه المنكر هو اللي تتعاملوا في الناس، وسموه كيضحكني هذا نكير ومنكر، يعني هكذا كيضحكني. يا عباد الله راه هذا الشيء هذا لا وجود له، راه لا وجود له يا عباد، يملؤون. يعني والله العظيم انتم لستم في حاجه لهذه المصائب هذه، واطفالكم الان يعني سيبقوا هكذا. والله يعني الانسان يخدم دماغه شويه، يخدم عقله ودماغه في اشياء مهمه جدا، ويخلي الخرافات وهذه المصائب الكحله هذه اللي لصقت فينا، ما عرفناش منين خرجت لنا. خرج لنا الكهنوت الاكبر الاحاديث والروينه، ونعيش في هذا المجتمع هذا، لا ما عارفينش نعيش، لا نعرف، نحن لا نعرف كيف نعيش الآن في مجتمعاتنا، ما بقيناش عارفين كيف نعيش. والله أخبروني أنتم، هل في السودان ومصر والبلدان الخليج والبلدان المغربية لكنتوا عارفين تعيشوا؟ أنا ما بقيتش عارف نعيش في هذا المجتمع هذا، كله تناقضات، كله خرافة، كله كذب. كيعيشوا الناس في الآخرة، هما لا زالوا في الدنيا، وخلونا نعيشوا في الدنيا بعدا. خلينا نحرثوا الارض وننتج ونصنع ونبتكر ونخترع خلينا نعيشوا في الدنيا اولا، ثم ملي نكونوا في الاخره غادي يكون الحساب لنا جميعا، الامم كلها، ليس المسلمين فقط. كل امه تدعى الى كتابها، في سوره الجاثيه، كل امه ستدعى الى كتابها. ما غنكونوش غير احنا بوحدنا في الجنه، غتكون معنا امم اخرى. لان هذا الكهنوت غلق الدنيا، كهنوت كيقول الناس كاين غير المسلمين، الباقي ما كاينش، غادي يمشي كله لجهنم. يعني هاجشت المليار ديال المسلمين هي اللي غادي تتحاسب وتدخل الجنة، ولكن 6 المليار الأخرى كلها غتمشي لجهنم. يا عباد الله شغلوا العقل، والله كفى يا عباد الله كفى، ما يضحك عليكم الكهنوت، والله كفى مللنا وسئمنا هاد العيشة في الآخرة قبل أن يعني كل شيء مقلوب، كل شيء عندنا مقلوب، الحياة أصبحت كلها مقلوبة. وهناك عذاب القبر ثابت. شوف هذا عقل الدجاج، شوف هذا البطاطيس هذه، شوف هذا البطاطيس. عذاب القبر ثابت، ولما باش تبتيه؟ على خويا مالاش ثابت؟ باش تبتيه؟ من أنت حتى تثبته؟ فقط لأن سمعتي شي مصيبة قالوا لك في الحديث، سرطوها لك، دخلوها لك لمخك، وتجي أنت يعني كتكرفص على عباد الله، يعني تجي أنت يعني تبلبل على عباد الله. باش ثابت عذاب القبر؟ شكون اللي ثبتو انت؟ ثبتي انت؟ لماذا يعذبنا الله في القبر؟ اصلا لماذا يعذبنا الله في القبر؟ لماذا؟ يعني والله يعني اشياء يعني نقاوم هكذا. واحد الاقصوصه علينا، غادي نختم، لان
والله غادي نختم هذه الحديثة، أصبح مطنب، وهذه الحديثة أصبح يعني ما شاء الله يعني أصبح يوتر الأعصاب، وأصبح المسلمين يجب أن يعيشوا كجميع الأمم، ما لهم الحق في الحياة. حتى هما يغنيو ويضحكوا وينشطوا ويجمعوا مع بعضياتهم ويعيشوا ويتلذوا الحياة حتى هما شوية، لأن الله خلقنا في الدنيا نعيش في هذه الحياة، خلقنا وخلق لنا ملذات فقط أن نحترم أحكامها في هذه الدنيا، أن لا نظلم وأن لا نقتل وأن لا نتعدى على الناس. هذا هو الدين صحيح. يعني خرجوا لنا واحد القرصاصة، عاش انا شكون اللي كان مع عمر سمع هاد نكير ومنكر. قال لما مات عمر جاءه الملكان ارادوا ان يقعدوه فاقعدهم هو عمر. عمر شد الملائكه واقعدهم، قال من ربكما؟ والناس كيصدقوا هاد المصائب، والناس صدقوها وتقول عمر الفاروق لقد اقعد الملائكه وقال لهم من ربكما. يعني عمر قعد الملائكه وقال لهم من ربكما. هو الطلبة في الجامعة والشباب يؤمن بالخرافة، وأصبح يؤمن بها، لا ندري ماذا وقع له، والله لا ندري ماذا وقع له. يعني ما لا هذه كلمة مضبع كنا نقولها على الناس اللي شامين مخدرع بعض الحالات، ولكن باش يكون الشباب بهالطريقة مخدر يؤمن بهذه الخرافة هذه، راه والله كارثة. تجد شاب في مصر وشاب في السعودية وفي الأردن وفي الجزائر وفي المغرب وفي تونس لا زال يؤمن بأن عمر أقعد الملائكة وقال لهم من ربكما. مصيبة والله مصيبة، والله مصيبة. هذه أنا كنت غادي كنت غنتعاقب فيها ملي كنت صغير. شي شخص شي فقيه كان داير شي درس وأنا كنت صغير، هو يتكلم على هذه بأن عمر أقعد الملائكة وقال من ربكما. أنا كنت ضحكت، أنا باقي صغير باقي صغير باقي عندي 11 عام 12 عام، أنا ضحكت وكانوا غادي يقبطوني يعطوني العصافير هذو عائلتي، المهم الناس عمامي وكذا. أنا عندي 11 كنضحك ملي سمعت هذه، كنضحك 11 عام ما صدقتش هذا الحديث، والله عندي 11 عام ما صدقتش هذه الخرافة هذه. كيف يعقل الناس الآن يصدقونها أن عمر أقعد الملائكة وقال من ربكما؟ ما عادش كل اللي يخبرهم، ما عادش كانت شي كاميرا تما ولا شي ميكروفون ولا شي صحفي، ما عارفش أنا. الشباب إياك ثم إياك. المهم كاين واحد هذه رسائل شاردة. كاين واحد السيد واحد الكاتب ماشي المغرب، ماشي المغرب، كل البلدان والله كل البلدان، كاين عندنا الناس عباقرة ولكن ما مسموعينش، الكهنوت اللي مسموع. وجدت نفسي انا قلت بان اول واحد يكتب بهذه الطريقة، نعم، لكن كاين واحد سبقني هي نفس ليست نفس الطريقة ولكن عنده نفس الفكرة، غير انا كتبت رسائل شاردة للمجتمع كله. هذه الرسائل ستبقى الى الاجيال الى القرون الآتية. ولكن واحد سبقني هذا الحبيب بالرضا، هذا الحبيب بالرضا كتب لاتر ا مون فخير، شوف لاتر ا مون فخير الامام، وهذيك الصوره فيها الامام عنده السبحه والسيجار. هذا الحبيب بالرضا تيكتب دي لاتر ولكن بالفرنسيه، دي لاتر الى اخره. Il a appelé comme ça des lettres, il a écrit en français. Oui, il a un très bon français, un très bon français. Franchement, je suis du français. Il est seul. Et moi, je suis de la mission, j'ai un baccalauréat français. Bon, j'ai étudié la littérature française. Bon. Et c'est un mouka, c'est des lettres, El Habib Rada. Il a supposé qu'il y ait des lettres pendant qu'il est vivant, ou qu'il y ait des lettres qu'il a envoyées lorsqu'il était mort. Mais il met, Michel Akhira, كيراسل خوه لإمام، هذا خوه إمام خوه كيراسلو كيكتب لي رسائل، كيقول لي راه هذوك اللي قلتي لنا الحوريات وقلتي لنا أنهار من خمر وأنهار من لبن، راه ما لقيت والو، ما لقيتش هذا الشيء هذا، واش سميتو؟ كيقول لخوه بأن هذاك الشيء اللي كتقول راه ما لقيناش شنو هذا الشيء هذا. يعني بحال كيبعث ليه رسائل ديال رسائل من الآخرة، كيبعثهم ليه هو لا زال في الدنيا. كتاب جيد والله، كتاب جيد. ها هو يباع لتر أمون، لتر أمون فخير الإمام. هذا خوه كهنوتي وكيكتب ليه رسائل، خو إمام هذا
يعني سي تري بون اكريفا هذا الحبيب الرضا، يعني خصناش نضيعوا في هذه لا ليتيراتور الفرونسيز، عنده واحد اللغه، يعني انا نتحدى فرنساوي يكتب بحال هذا، انا كنتحدى ان فرونسي يكري كوم سو بوكا سو ستيل، يعني ستيل فرونسي يكتب بحال، يعني ما كاين كذلك واحد الكتيب، ولكن غادي يخلعكم العنوان غادي يخلعكم. لماذا؟ لانكم انتم اصلا غادي يخوفكم، غادي يرعبكم، لانكم انتم اصلا خايفين، لان الكهنوت خلعكم وحذركم وخوفكم وعدك العلمانيه. شوفوا واحد اش كتب، علمانيه الرسول فيصل بن فضيل، كتب علمانيه الرسول، ما تخافوش، هي العنوان اللي فيه العلمانيه هي العنوان اللي فيه العلمانية. أما الداخل ستقرأون القرآن كله آيات قرآنية، كله قرآن ستقرأون، يعني موثق بشيء عجيب. شوف يعني كله آيات قرآنية، والعنوان فيصل بن فضيل، هذه علمانية الرسول باش يفهم الناس راه العلمانية ليست العلمانية اللي كيخوفوكم بها وبأنها إلحاد وكفر، أبدا. العلمانية هي أن تترك الناس في حالهم، عرفت لكم بأبسط تعريف، العلمانية هي أن تترك الناس في حالهم، ألا تتدخل في شؤون الناس وتعيش بسلام، هذه هي المفهوم العلمانية، أنك يجب ألا تؤذي الناس. فعلي الشباب لا ما زلنا كنقراو، علي ملي كيخرجوا الكتب راه كنقراوهم، يعني ليس هذا هو، تقرا الكتاب لكي ما تبقاش تكلم هكذا بحال الكهنوت. الكهنوت لم يقرأ الكتاب ويتكلم عليه، لم يقرأ الكتاب ويتكلم عليه، يعني ما هذا الجهل، ما هذه البهيمية، ما هذه الغباوية، ما هذا التخلف، ما هذا البؤس، بؤس. شخص لم يقرأ الكتاب، لم يقرأ، والله ما قرأ، أنا أحلف لكم لم يقرأ الكتاب وينتقده، لتعرفوا جيدا قيمة هذه الحتلات، هذه النفايات في المجتمع، إنهم لا شيء يا عباد الله، راه ما عندهمش المخ، راه البطاطس، صدقوني راه البطاطس، راه لا يمكن أن يجيب عن سؤال، تسولوا سؤال والله ما يعطيك جواب، لأنهم صفر سطولة خريب. يعني فهذه الأمة هذه نظن أنها لها الحق في الحياة، ويجب أن تعيش في هذه الدنيا، كفى من العيش في الآخرة أيها الشباب المسلم، راهم عايشينك في الآخرة، ونريد أن نعيش في الدنيا كذلك، والله نريد أن نعيش في الدنيا كذلك. أنا اللي مألمني، يعني الأمازيغ كانوا دائما لم تؤثر فيهم، ما قدروش عليهم لا العباسيين ولا قدروا على الأمازيغ، العباسيين ما قدروش على الأمازيغ، المشكل أن الكهنوت قدر على الأمازيغ، أن الكهنوت طحن الأمازيغ، هذه هي اللي ضراني على قلبي فقط. أنا الكهنوت يكون في سوريا ولا العراق ولا يكون في بلد أخرى، مهم دائما كانت المصائب في البصرة والبغداد، دمشق والبصرة والبغداد، دائما الدماء كانت تم والمصائب تم، ومن تم خرج أحمد بن حنبل ومن تم خرجوا كاملين، ولكن الأمازيغ لا، الأمازيغ ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، هادو يعني هذا كيألمني، لماذا الكهنوت حتى الأمازيغ ضحك عليهم، لماذا ضحك على الأمازيغ؟ والأمازيغ وما أدراكم الأمازيغ، وليس وهذه هي اللي شيء كيبان لينا ليس عادي، ليس شيء عادي، ليس شيء عادي، الأمازيغ كان دائما عندهم إسلام صحيح وعندهم إسلام، يعني وليس حركة النويرية اللي بدأت قبل ابن تومرز، هذا 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 الدموي، هذا القتال، هذا مهدي ابن تومرز، هو ليس اسمه المهدي واسمه محمد ابن تومرز، وسموه المهدي لأنهم كانوا يظنونه المهدي المنتظر، ولذلك تركوه يفعل فيه ما يشاء، وما ظنوه أنه المهدي المنتظر، ولذلك سموه المهدي، هذا 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 الدموي، هذا القتال هذا، ولكن ما أثر ما قدر، يعني والله شيء غريب، يعني شيء سقطت الأندلس ولكن بلاد الأمازيغ لم تسقط، سقطت الأندلس ولكن وصلوا عند الأمازيغ حبس، قدروش ما قدروش، يعني استعمروهم قتلوهم يعني، ولكن ما قدروش، يعني لم تسقط ليبيا رغم إيطاليا وما عملت فيها عمر المختار،
ولم تسقط تونس، ولم تسقط هذه فرنسا، ولم تسقط الجزائر مع فرنسا وكم قتلت، ولم يسقط المغرب وكم قتلت فرنسا، ولم حتى موريتانيا، حتى موريتانيا لم تسقط، مالي، مالي لم تسقط. لكن هذو يعني الآن أصبحنا مستعمرين بالكهنوت. احنا أوروبا ما قدرتش علينا، ولكن الكهنوت تسرب واخترق هذه المجتمعات وأصبحنا لا شيء. الأمازيغ كان عليهم يكونوا من الأقوياء، كان عليهم يكونوا متقدمين وكثر من الأتراك لولا الكهنوت. إن الاستعمار عطلنا، نعم صحيح، لكن الكهنوت قضى علينا. هذا هو مشكلنا. هذه البلدان يجب أن تبتكر، أن تخترع، أن تعود التنمية للإنتاج، أن تترك الحزازات، أن تترك الخلافات، أن تترك اختلافات. لأن الحزازات الآن اللي واقعة في جميع يعني هذا الاهتزازات والحزازات اللي واقعة في البلدان الإسلامية الآن هي واقعة من طرف تيارات جميع البلدان، تيارات من السودان إلى المغرب، تيارات. وإذا لم ننسى هذه الطريقة ونعود للصح ونعتني بهذه البلدان، نعتني ببلداننا، نعتني ببلداننا وننتج، فلن نكون يعني لن يكون لنا وجود بعد في العالم. فأظن أنني أختم بجملتي بأن لا بأس أن نعيش في الدنيا، والله كفى من العيش في الآخرة قبل أن نصل إلى الآخرة. فنحن نعيش في الآخرة قبل الآخرة، ولكن يجب أن نعيش في الدنيا قبل الآخرة فقط. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.